انا بس بستغرب برضو، هو هفضل استغرب كل لما اسمع واحد كان، او مش اسمع، اقرا اي حاجه يعني، واحد كان بيلعب كوره ويتكلم في حاجات ملهاش اي علاقه بالكوره. هتقول لي يا عم انتوا مركزين مع الحاجات دي؟ لا يا جماعه لازم، اصل بص السكوت ما ينفعش يعني، احنا ما بنسكت الناس بتتمادى فيها. فطلع قال لك ايه الهدف الاول لمحمد شريف؟ فاول. ازاي يا عم؟ يعني ازاي فاول؟ حاجات غريبة جدا بتحصل بصراحة، حاجات وآراء ملهاش علاقة. يعني ممكن أتقبل رأي زي ده من واحد ملعبش كورة، لكن المصيبة إن هو لعب كورة، والمصيبة الأكبر إن هو لما بيتكلم في الكورة بيتكلم غلط، والناس اللي ما لعبتش كورة بتتكلم أحسن منه بكتير. وده إن ده اللي يدل على إيه يا جماعة؟ يدل على إن مش أي واحد لعب كورة يفهم فيها. هو موهوب كرويا ممكن، لكن ما عندوش فكر كروي أصلا يعني، مشيت معاه بالصدفة مثلا كده يعني. فالحاجات اللي زي دي برضو مش هقف عندها كتير ماشي، لكن لازم نعلق عليه. لكن في كل الأحوال المكاسب كتير جدا بالنسبة للنادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله الفريق يستمر في هذه المكاسب. بعد كمان مباراة كايزر تشيفز هيكون عندنا تحدي مهم قوي، إن احنا نوصل بإذن الله للمركز الأول أو لصدارة ترتيب بطولة الدوري المنتخب.